الاستثمار على مر الزمان. أخذنا مع بعض إن التجارة كانت موجودة من 10,000 عام قبل الميلاد، يعني مش لسه حاجة جديدة، لا دي موجودة من 10,000 عام قبل الميلاد. طب زمان من 10,000 عام كانوا بيتاجروا في إيه؟ كانوا بيتاجروا في تربية المواشي، لأنها كانت من أبرز المواد الغذائية، من أهم المواد الغذائية عندهم، فكانوا بيتاجروا في تربية المواشي. ثم مع مرور الوقت، لما الوقت عدى كده، بدأوا إن هما يستخدموا نظام اسمه نظام المقايضة. يعني إيه المقايضة؟ نظام قائم على تبادل السلع، يعني نبدل مع بعض السلع، انا عندي رز وحضرتك عندك قمح فنبدل مع بعضنا. ومع مرور الوقت المقايضه دي فشلت. طب ليه فشلت؟ لانها كانت قائمه على وجود رغبه بين الطرفين. يعني ايه رغبه بين الطرفين؟ يعني لازم انا وانت نكون عايزين نبدل، ما ينفعش اروح ابدل مع حد مش عايز يبدل معايا، فالنظام ده ادى الى فشلها. ومع الوقت ظهرت المتاجره بالاصداف، الصدف، بدأوا يتاجروا بالصدف. طب اشمعنى الصدف اللي اختاروه؟ لأنه كان بينتج بكمية محدودة جدا، مش موجود كتير، فده ساعد على انتشاره. وكمان صلابة الصدف إن هو كان قوي، فمستاهل إن هو يتكسر منهم أو يتقطع. ولما أخذوا يتاجروا بالصدف بدأت تكون فكرة العملات المعدنية، بدأوا يقولوا إحنا ليه ما نستخدمش المعادن في المتاجرة؟ فبدأوا في استخدام الذهب والفضة والبرونز والنحاس. وبعد كده الوقت مر وبدأوا يتاجروا في حاجات جديدة. إيه هي الحاجات الجديدة اللي بيتاجروا فيها؟ بدأوا يتاجروا في الحرير والأقمشة والبارود والورق. بدأوا يتاجروا في الحرير اللي بيصنعوا منه الملابس، وبدأوا يتاجروا في البارود وكمان الورق. وبعد كده ظهرت الأسواق الصغيرة، سوق صغير كده، أسواق محلية صغيرة تكون داخل الدولة كده بمجموعة تجار مع بعضهم. وبعد الأسواق بدأت الأسواق في التطور، وظهرت لنا حاجة اسمها القوافل التجارية. يعني ايه قوافل تجاريه؟ يعني مجموعه تجار بياخدوا البضائع بتاعتهم ويروحوا يبيعوها في بلاد اخرى. فدي كانت اول فكره للتجاره الخارجيه. بعد كده ظهرت لنا انواع من التجاره، وهي التجاره الداخليه والتجاره الخارجيه. يعني ايه التجاره الداخليه؟ يعني هي المتاجره داخل حدود البلاد، بنتاجر مع بعضنا، احنا هنا في مصر مثلا عارفين بعض فنتاجر مع بعض. طب بعد كده ظهرت لنا التجاره الايه؟ الخارجيه. ايه التجاره الخارجيه دي؟ ان احنا نبيع البضائع مع بلاد اخرى، اخد البضاعه بتاعتي واروح ابيعها في بلد ثانيه، فدي تكون اسمها تجاره خارجيه. وبعد كده ظهرت لنا تجاره جديده في الزمن اللي احنا فيه ده، واسمها التجاره الالكترونيه. يعني ايه التجاره الالكترونيه؟ البيع والشراء من على الانترنت. دلوقتي في ناس كتير جدا بتبيع على النت وتشتري من على النت، فدي كده اسمها تجاره الكترونيه، وهي البيع والشراء من على مواقع الالكترونيه. وبعد كده قال لي ان بدأت الاتفاقيات تظهر. يعني ايه الاتفاقيات؟ بدأنا نعمل مع بعض اتفاقية، والاتفاقية دي عملت شركة صغيرة، الشركة الصغيرة كبرت وبقت شركة كبيرة، وبقى ليها كذا فرع لحد ما بقت موجودة قوة تجارية، ناس معروفة، محلات معروفة وبراندات مشهورة. طيب بعد كده قال لي ان التجارة دي هي مهمة جدا للاقتصاد الوطني، بتزيد من الدخل القومي، بتدخلي كمان دخل قومي. طيب نيجي بقى ناخد دلوقتي الفقرة بتاعتنا أو التدريب بتاعنا على درس التجارة. نقرا مع بعض الفقرة، بيقول لي إيه؟ يطلق على مصطلح التجارة على الأعمال التجارية التي يتم من خلالها بيع السلع والمنتجات وشراؤها وكذلك الخدمات. وترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة، فقد ظهرت التجارة مع تحضر الإنسان. يعني ايه الكلام اللي فات ده كله؟ بيقول لي ان التجاره دي ظهرت على، يعني ايه اصلا مصطلح التجاره؟ يعني ايه كلمه تجاره؟ قال لي التجاره يعني بيع سلع ومنتجات، انا ببيع سلع وبضايع كده مع بعضهم. طيب وشراؤها، يعني مش بس التجاره قايمه على البيع، لا دي كمان قايمه على الشراء، يعني انا لو بعت او اشتريت دي كده اسمها تجاره. وبعدين وترتبط ارتباط وثيق بالحضاره، يعني التجاره هي بسببها اللي صنعنا الحضاره، مرتبطين ببعض. فقد ظهرت التجارة مع تحضر الإنسان، يعني أول ما الإنسان بدأ يصنع في الحضارة بتاعته مين ظهرت؟ التجارة. وتوسع احتياجاته وعدم اقتصاره على المأكل والمشرب والمسكن، يعني الإنسان حاجته زادت، ما بقاش بس محتاج مأكل بس، مش أكل بس ولا شرب بس، ده كمان محتاج بيت، محتاج ملابس، فبدأت ظهرت التجارة من الفكرة دي. وقد تتم التجارة في نطاق ضيق داخل الأسواق أو خارج حدود البلاد. يعني ايه؟ يعني ممكن التجاره دي تكون بيننا وبين بعض في مكان ضيق ومحدود، زي التجاره الداخليه اللي قلناها بالظبط، بيننا وبين بعض في البلد. وممكن كمان تكون خارج حدود البلاد، يعني بره البلد خالص في بلاد اخرى. وللتجاره فوائد
ايه الفوائد؟ خلق فرص عمل، رفع مستوى دخل الفرد، تعدد البضائع وتنوعها، جودتها المساعدة، البضائع المتنوعة. طب نيجي نحل، بيقول لي ايه؟ اختر الاجابة الصحيحة من بين قوسين. مفرد الاصوات، مفرد الاصوات هيكون ايه؟ صوت. طيب معنى السلع، هل هي الاعمال ولا البضائع ولا المصانع؟ البضائع. طيب صح ولا غلط؟ يطلق مصطلح التجارة على بيع السلع فقط، يعني ان انا بيع بس، لا اتفقنا ان التجارة هي بيع مشروع، فهتبقى غلط. طيب ترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة، ايوه اتفقنا ان التجارة ظهرت لما الانسان بدأ يتحضر. طب متى ظهرت التجارة؟ اتفقنا مع بعض ان ظهرت التجارة مع تحضر الانسان، يبقى امتى ظهرت التجارة؟ مع تحضر الانسان، مع تحضر الإنسان. طيب اسم فوائد التجارة، قلنا التجارة فوائد كثيرة زي ايه؟ خلق فرص عمل، رفع مستوى دخل الفرد، تعدد البضائع وتنوع. يبقى نكتب توفير فرص عمل، رفع مستوى دخل الفرد، هو تنوع البضائع. وبكده نكون خلصنا درس النهارده، وعرفنا يعني ايه تجارة وعرفنا انواعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم يسرا من مدارس منتزه.